جابر بن حيان هذه الشخصية التي اقترن اسمها بالطب كاقتران الشمس بالقمر فجامعته تسير على خطاه بالتقدم الطبي الذي يهدف إلى تخريج فتية تكون على قدر مسؤولية صحة المجتمع فاستحداث قسم الصيدلة السريرية هو الأول من نوعه على مستوى القطر بمنهج علمي رصيد هذا التخصص لأول مرة في العراق وان شاء الله جامعتنا جامعه جابر وبشخص كليه الصيدله قد قامت بمباشره بتخصص الصيدله السريريه اعتبارا من هذا العام لطلبتنا في الجامعه وبذلك نكون نحن الجامعه الاولى التي هي قدمت هذا المنهاج وان شاء الله باشرت به لتدريس طلبتنا وتخريجهم باختصاص الصيدله السريريه. هذا التخصص الفريد يميزه فروقات عده عن قسم الصيدله المعروف ان الصيدله السريريه تعطي بعدا اضافيا كبيرا للصيدلي للعمل ويكون رفيقا متزامنا مع عمل الطبيب حيث سابقا كان الصيدلي يقوم فقط باعطاء العلاج اما الان من ضمن منهاج هذه الدراسه وبعد تخرج الصيدلي السريري سيقوم بالعمل بالتزامن مع الطبيب وبين من يسعى الى فهم منظومه العمل داخل هذا القسم، فهناك رؤى استراتيجيه لتقديم سمه مميزه فيه على غرار التقدم الطبي. سابقا كان الصيدلي فقط وظيفته هو اعطاء الدواء ونصح المريض بكيفيه اعطاء الدواء، يعني كيف اخذ الدواء. الصيدلي السريري سوف ياخذ دوره من خلال متابعه المريض الى اخر تكملة الفترة التي يحتاجها لإكمال علاجه وإكمال دوائه ثانيا لديه وظيفة أخرى هو جمع المعلومات التي من بعد أخذ الدواء لكي يحقق بروتوكولات جديدة للعلاج إذا كان البروتوكول السابق كعلاج دوائي محدد لأمراض مزمنة يكون من خلال مجموعة من الأدوية والنسب الدواء أو الدوز إحنا نسميها جرعة الدوائية سوف يعطي لهم نصائح بالبروتوكولات الجديدة أو الجايد لاين الجديدة هذه أيضا تعتبر وظيفة جديدة وراح يكون مجال تخصصي كلينيكال فارماسي أكثر ما يكون راح يكون تكنولوجي يعني مثلا كيمياء صيدلانية أو كيمياء صناعية أو صيدلة صناعية هذا راح يكون هو تخصص في الكيمياء السريرية يعني يعني راح يتعامل مباشرة مع المريض وراح يصير بكونتاكت مع الطبيب ومع المريض سباق التطور العلمي وصل إلى مستوى جديد ومواكبته لا بد أن تكون بمردود إيجابي عال بقدر اسم جامعة جابر بن حيان الطبية من النجف الأشرف أمير جلال النعيم الفضائية